هنا غادي نشوفوا كيفيه تطبيق هذه الهوامش على مستوى مختلف المراحل، سواء كانت على التجزئه او كانت على الجمله او كانت على ذات المرتبط. تطبيق هوامش ربع المستقطع على اساس سعر التكلفه بالنسبه للتوظيف اللي يديروا الكونديسيونمون. هنا نشوفوا الكود روفيان في سالار روفيان، فيها كاع يحسب كاع لي كود روفيان الساشي والترونسبور هذاك، يحسب كاع لي كود روفيان، يزيد هاد لا مارج بينيفيسيار تاعه ويخرج بك ان بري توزيع ان ديبوزيتور ولا ان غروسيست. كوم يل فا بروفي سادي ديتيرميني لا مارج تاعه اون فونكسيون دو سي تو فاكتور. الا ما كانتش عنده لا فاكتور كيفاش غادي يبرر هاد الهامش الربح تاعه؟ هنا الدور تاع ومن حد تحديد الهامش الربح، توزيع التجزئة على أساس سعر الشراء، يعني عكس ما هو التأجير بالجملة. الديتايون داين عنده ريلاسيون ديريكت مع الكروسيس ولا لو فورنيسور تاعك، كوسوا كوسوا ديبوزيتور ولا كروسيس ولا منتج. هذا هو رهين فاتورة الشراء، تعاين كل مخالفة الأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لأحكام التشريع، سيما من أحكام القانون 4/2 مؤرخ في 23 جوان المعد المتمم والمذكور أعلاه، وهذا يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ومن أجل تفعيل أحكام المرسوم التنفيذي تم الوقوف على النقاط التالية، يعني هنايا السلطات العليا للبلاد وتحت كما نقولوا وزارة التجارة والتقييد الصادرات عطت ما هي لازمها كما نقولوا حنا قاعدة في الباز. لا باز هي تحت هي، وهي رانا ما كما قال لكم ما يبرر وجودنا معكم في هذه الجلسة الكريمة، عقد جلسة عمل في إطار العمل المشترك مع جميع الهيئات، عقد جلسة عمل في هذه الفترة تاع التوعية والتحسيس مع جميع الهيئات المهنية والمؤسسات وكاد المتدخلين الذين لهم علاقة بتطبيق هذا المرسوم التنفيذي، منها إطارات المدير المكلفين بالرقابة وعلى رأسهم السيد المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات، روح للمديرية ذات المديرية، ممثلي مصالح الأمن والدرك الوطنيين مع لوجيسيا السيسيالات السيسي، حنا اللي أنكا ما عندناش، جمعية حماية المستهلك الموظفين عينا، قال لك جمعية حماية المستهلك. عينا من تجار الجملة وعينا من تجار التجزئة ومسيري الفضاءات التجارية من هال سوسوا لي سي سي لي لوكار لي سوب لي سوبيرات ولا السونترال داشا ولا السونت كيقول لها الكوميرسيال السيرفيس كوميرسيال تما. القضية بالنسبة يعني هذا الاجتماع تاع اليوم نخرجوا منه، نحاول نخرجوا منه بالتوصيات بالنقاط، وهذا سيتم ذلك مع في نطاق الحوار والمناقشات، ونختم فرصة تاع حضور السي تيموشن الذي بدوره سيدي لنا دور هذه الاداء المنظمات التنفيذية ومدى فعاليته ومدى كما نقولوا حنايا تسهيل عليكم المهمة تاع التي كنتوا عليها سابقا في غياب الهوامش. سواء كانت مرئية مسموعة مكتوبة إلكترونية عبر الصفحات الإلكترونية رسمية الفيسبوك للمديريات في نفس الفترة، تنظيم خارج الميدان مكثفة ومركزة في جميع مستويات التوجيه واتخاذ عند ذلك قضاء العقوبات المخولة قانون حسب التنظيم. يعني هنا في كل صراحة في خدمة الوطني في هذا الموضوع، لا من ناحية التأطير ولا من ناحية التحسيس ولا من ناحية الرقابة مؤخرا، يعني من أجل الثاني. سنرجعوا إذا سمح لنا السيد المدير لعل شي تدخل ولا شي استفسار ولا إشارة ولا استشارة ولا